ضمنت هورة علي مشروعا جديدا من نوعه يهدف إلى إيجاد صف بحريني قادر على تطوير القطاع الزراعي في المملكة وجعل الإنتاج المحلي الخيار الأول للمستهلك البحريني. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في هورة علي بدأت البذور تشق الرمال لتزدهر على أياد بحرينية بمركز الحاضنات الزراعية الذي أصبح منارة تدريبية لرواد الأعمال والمزارعين وطلاب الجامعات بهدف إكسابهم الخبرات التدريبية المعتمدة بالمركز ويؤهلهم لتطبيق مختلف البرامج الزراعية الحديثة. الحاضنات الحقيقة إنه نحن نحتضن رواد أعمال زراعيين، هو ليس مركز تدريب إنما مركز حاضنات لإنشاء مشاريع زراعية رائدة. وبدأنا في شهر سبتمبر الماضي ولأول دورة، وبدأنا بثمانية متدربات، والحقيقة نحن نحتضن أفكار المتدربات وندربهم على الأفكار اللي يأتون بها، على أساس أنه بعد ما يتخرج بعد موسمين من هنا أن يكون بلور الفكرة إلى مشروع، وأيضا نتابع مشروع بعد التخرج لمدة 3 سنوات حتى أنه يكون مشروع، يعني لو في أي توجيه نحن نقدر نعطيه في فترة تأسيس المشروع نحن أيضا نتدخل في ذلك. المتدربات نحن نقسمهم إلى مجموعات حسب الفكرة اللي تأتي من المتدربة نفسها، ونشجع أيضا المحاصيل غير التقليدية اللي هي غير الخضر والمعروفة، يعني في إنتاج في البيوت المحمية. البرنامج التدريبي الذي تتلقاه المجموعة الأولى من رواد الأعمال قدم لهم الكثير من المعلومات المختصة بالزراعة بأسلوب متقدم. دي كان خلفية في الزراعة، بس لما وزارة الزراعة احتضنتنا في هاي الحاضنات ودربتنا كسبنا يعني أشياء واير، تعرفنا على أشياء واير، قاعدين نزرع أشياء مستحيلة، توسعنا في زراعة الزهور الغير قابلة في الزراعة في المحميات المكيفة، وهذه راح يكون حق اقتصاد البحرين وايد زين، وإن شاء الله نتوسع أكثر في المستقبل، وإن شاء الله نحصل على أراضي وننتج منتوجاتنا الخاصة. اللي حصلنا عليها عن طريق وزارة الزراعة والبلديات وايد أفادتنا، لأن سوت لنا وايد نوع من التنسيق أو الترتيب، إن احنا نكون بنشتغل على أساس سليم، على أساس صح. يعني كلنا كان عندنا ميول زراعية، كلنا كنا عندنا خبرات زراعية لكن محدودة، لكن مع التدريب اللي اعطونا اياه، مع الخبرات اللي اعطونا اياها، صرنا كلنا الحين نقدر نسوي مشاريع. المتدربات زرعن بأيديهن أصنافا مختلفة من الخضروات وأخرى من زهور القطف وأنواع الفراولة، بالإضافة إلى إدخال زراعة الزهور الموسمية. الحضانات علموني، خلوني أتدرب عندهم، فعطوني أنا الطماط، تميز بالطماط، خلوني أزرع الطماط البحريني وأبيعه في سوق المزارعين. مشروع الحاضنات الزراعية بهورة علي يأتي ترجمة حقيقية لرؤية وتوجيهات قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. فهذا المشروع هو أحد البرامج الأساسية للمبادرة، وتنفذه وكالة الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وفقاً لأحدث التقنيات الزراعية الحديثة التي أثبتت نجاحاً كبيراً في مستوى النتائج التي تم تحقيقها بالمركز. خولة الجرينيس.